فيلم إندلس لوب. بيبدأ الفيلم على طريق جبلي في الصين، كان في واحدة ست واقفة محتاجة حد يساعدها. واضح كده إن عربيتها تعطلت في الطريق، سواء عربية كبيرة بيعرض عليها المساعدة بلهفة، لكن الست بتتجاهله لأن شكله كده منحرف. بعد شوية صغيرين بيعد راجل شكله محترم في عربية، وهنا الست بتروح تركب معاه بسرعة، بس للأسف اتضح إن قرارها ده أسوأ قرار خدته في حياتها. فجأة لقت إيد بشرية مقطوعة جنب الكرسي، وده معناه إن الراجل اللي وشه مليان براءة في الحقيقة هو قاتل مهووس. مفيش شوية وقف العربية ومسك المفتاح وقعد يضرب في الست لحد ما ماتت. بعد كام يوم بيعدي أتوبيس نقل عام فيه ركاب من نفس الطريق. وانغ وكيل تأمين كان قاعد يحكي مع السواق توني، قال له إن في واحدة ست اختفت من كام يوم في نفس المكان ده بالذات. في الوقت ده كان في إعلان في راديو بيبلغ إن في حادثة خطيرة على طريق قريب، وده خلى كل الطرق تتقفل. واحد من الركاب اسمه لي قال له إنه لازم يوصل لشغله في ميعاده، وهنا السواق توني بيقترح إنهم يكسروا ويدخلوا من طريق مهجور. مفيش حد بيعترض على القرار، وبكده بتبدأ الرحلة المنكوبة. في الطريق بيعدوا من نفق مظلم، توني استغرب لأن عمره ما شاف النفق ده أبدا، مع ذلك بيكمل عادي. لكن فجأة بيلاقي راجل غريب واقف في نص النفق، وبالتالي بيجبره يوقف الأتوبيس. كلهم بيكونوا مرعوبين ومستغربين الراجل ده كان واقف بيعمل ايه في وسط النفق الضلمة، لكنه كان راكب عادي وبيطلع معاهم في الأتوبيس. ليه بيكون قاعد بيقرا في الجورنال، وبيكتشف ان الراجل الغامض ده مجرم مطلوب، وهنا خبى سكين عشان يحمي نفسه. كان في 2 ستات في الأتوبيس، سارة عارضة أزياء طموحة، وجنغ ست حامل. أما بالنسبة للأطفال كان موجود 2 توأم، بارك وفانغ. أخو فانغ واضح إنه مصاب بالتوحد، لكن أخته موجودة دايما عشان تاخد بالها منه. بعد 20 دقيقة الأتوبيس بيكون لسه موجود جوه النفق، وهنا توني بيبدأ يشك إن في مشكلة. هو عارف إن المفروض أطول نفق في المدينة طوله حوالي 11 كيلو بس، وما بياخدش أكتر من 10 دقايق أصلا. وقتها بيقرروا يلفوا ويرجعوا زي ما جم. لكن الأغرب من ده كله إنه حتى بعد 30 دقيقة من السفر بأقصى سرعة المدخل ما بيظهرش نهائي. النفق بيكون مظلم ومالوش نهاية، وما فيهوش أي علامات لكائنات حية تانية. السواق توني بيخاف وبيوقف الأتوبيس، كل الركاب بينزلوا عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. الغريب إن جنغ الست الحامل لقيت موبايلها اللي وقعته بالغلط من حوالي ساعة عند أول المدخل، وده بيأكد إن فعلا النفق ده مش نفق عادي. لما كلهم بيبدأوا يترعبوا ليه بيتولى هو المسؤولية وبيطلب منهم يهدوا. قرر يمشي على رجليه كذا ساعة عشان يشوف حد يساعدهم، بس عشان من السهل يطوف النفق بيفكر ياخد حبل طويل عشان يتحرك بشكل أفضل. ليه هيمسك طرف الحبل ويمشي، وموظف التأمين وانغ هيمسك الطرف التاني. من حسن الحظ الست الحامل كان معاها صوف كتير شغالة بيه. قبل ما يمشي الراجل الغريب اللي وقف الأتوبيس قبل كده قال له انه عايز ينضم ليه، وساعتها ليه بيوافق وهو مش مرتاح. وهما ماشيين بيتعرفوا على بعض. الراجل الغريب قال ان اسمه تشين، بس ما تكلمش عن شغل ولا عن عيلته. بعد فترة انتشر الضباب، الركاب شافوا اتنين جايين ناحيتهم من وسط الضباب وبيقربوا منهم، بيخافوا جدا وبيستعدوا لمواجهتهم، لكنهم بيتفاجئوا انهم لي وتشين. ازاي ده حصل؟ في الاخر رجعوا لنقطة الصفر من نفس المكان اللي بدأوا منه، وهنا الموضوع بيبقى اغرب من الغرابة. وانغ بيكون لسه ماسك طرف الحبل، بيتسحب بشكل مفاجئ لما تشين بيسحب الطرف التاني، رغم انهم واقفين جنب بعض اصلا. النفق مستقيم لكنه بيوصل الناس لنفس المكان كل مرة، كأنه حلقة ملهاش نهاية. لما بيستوعبوا انهم متحصرين هنا ليه بيقترح عليهم يجمعوا اي حاجة ممكن تتاكل عشان يقسموها بحكمة. بعدها الرجالة الاربعة بيتحركوا عشان يستكشفوا المكان، اما الستات التلاتة وفانغ المصاب بالتوحد بيقعدوا يرتاحوا في الاتوبيس. بتعدي 30 دقيقة بس، لكن لما جنغ صحيت اكتشفت ان الاتوبيس كله مليان تراب. اتفاجئت وصحت الباقيين ونزلوا بسرعة بره. في نفس الوقت الرجالة كمان وصلوا ولقوا الاتوبيس حالته صعبة. توني على طول راح يشوف الاكل، لكن بيكتشف انه كله باظ، وده معناه ان النفق ده مش بس ملوش نهايه، لكن كمان الوقت فيه بيتحرك بشكل مختلف تماما. ساعه واحده من العالم الخارجي بتبقى حوالي اسبوع جوه النفق، وده معناه ان الوقت بيعدي في النفق اسرع بكتير من بره. لما بيرجعوا للاتوبيس بيلاقوا خريطه النفق كله، كان في حد جه حطها ومشي من سكات. ليه بيستنتج ان في شخص بيلعب معاهم لعبه سخيفه، وبيقبل التحدي فورا. بيحط الخريطه على ترابيزه وبيبدا يحلل المكان. بعدها الانوار اتطفت فجاه، ولما رجعت مرة تانية ليه كان اختفى ولقوا مكانه خط من الدم. بيمشوا وراه بحذر دلوقتي بعد ما ليه اتخطف او يمكن كمان اتقتل. الراجل الغامض تشين بيقرر يتولى هو مسؤولية المجموعة. خط الدم بيوصلهم لحيطة شكلها مفرغة من جوه، لما بيكسروها بيلاقوا غرفة غريبة فيها صور لناس كتير، وكمان ايادي كتير مقطوعة، والاهم من كده بيلاقوا مخطط هندسي للمكان. بيظهر ان فيه 6 انفاق منفصلة، كل واحد فيهم بيوصل للتاني. تشين بيستنتج انهم عشان يهربوا لازم يعدوا الست انفاق كلهم، وبيخم كمان ان دي الغرفه السريه اللي فيها المدخل اللي هيوصلهم للنفق التاني. كلهم بيفتشوا في الغرفه
وهنا بيلاقوا نتيجة فيها يوم 15 يوليو. تشيم بيفهم ان ده دليل، ولما بيقطع النتيجة من على الحيطة بيكتشف باب خشب سري. بعد ما بيمشوا التلفزيون في الغرفة بيفتح لوحده، وبتظهر ست محبوسة جوه كهف صغير. المجموعة بتدخل النفق التاني، واللي كمان بيلاقوا فيه الاوتوبيس بتاعهم واقف عند نفس المكان بالظبط. بيستغربوا ازاي وصلوا لنقطة الصفر تاني، لكن لما بيتأكدوا بيلاقوا ان النفق هو هو بالظبط بس في زمن مختلف. المجموعة بسرعة بتدخل الاوتوبيس اللي دلوقتي بقى ملفوف بأسلاك شايكة. بيدوروا على الأكل فبيلاقوا كرتونة نودلز، وهنا السواق توني بيبقى عدواني وجشع جدا، بيلاقي مسدس في كرسي من الكراسي وبيهدد الباقيين عشان يدوله كل الأكل. طبعا بيخافوا على حياتهم وبيوافقوا غصب عنهم، بس لأن الوقت بيتحرك بسرعة كبيرة كلهم بيحسوا بالجوع على طول، وبتتحول المجموعة ببطء وبتبقى زي الحيوانات. بعد فترة الموديل سارة ما بتقدرش تتحمل الجوع أكتر من كده، بتروح لتوني وبتعرض عليه صفقة مقابل علبة من النودلز بتبقى مستعدة تبيع جسمها. توني بيوافق على طول. في الوقت ده وانغ اتسحب وخد علبة من الأوتوبيس لنفسه. وقتها توني لف وخد باله وقعد يضرب فيه لما عجنه، لكن قبل ما يخلص عليه خالص في حد طعنه من ورا. بعد شوية باقي المجموعة بتوصل لمكان الحادثة وبيتصدموا لما بيشوفوا جريمة القتل. رغم كده وانغ ما بيهتمش وبيبدأ يدور على علبة الأكل اللي وقعت منه. لما نزل تحت الأوتوبيس لقى فتحة، المجموعة زقت الأوتوبيس ودخلوا في فتحة التفتيش، واللي وصلتهم في النهاية لغرفة تانية غامضة هي كمان فيها صور غريبة وأجزاء بشرية مقطوعة. مش بس كده، ده كمان بيظهر في التلفزيون ان الست اللي ظهرت قبل كده كانت بتغرق ببطء جوه الكهف. بعيدا عن كل ده المجموعة بتدور على طريق للخروج، بيلاقوا نفس النتيجة هنا مرة تانية. لما بيشيلوها بيلاقوا وراها باب سري كمان، بيدخلوا فيه بسرعة وبيوصلوا في النهاية النفق الثالث. بيستغربوا ان النفق ده رطب ومظلم اكتر من اللي قبله. الاوتوبيس موجود هنا كمان لكن مليان فيران وتعابين، بيكونوا جعانين جدا. وهنا وانغ بيضطر ياكل مكرونة بايظة، وده اللي بيندم عليه فورا. جينغ لما بتشوفه في الحالة دي بيصعب عليها وبتديله بسكوت، لكن وانغ بيكون عدواني جدا وبيطلب منها الباكو كله. لما رفضت طلع مسدس من جيبه فجأة وسرق كل الأكل تحت تهديد السلاح، لكن بعدها جنونه بيزيد لما بيستنتج إنهم بيلاقوا ممر سر في كل مرة يموت فيها واحد منهم. يعني مثلا لقوا الحيطة لما ليه اتخطف، وفتحة التفتيش لما توني الطعن، وهنا بيهددهم إنه هيضرب نار على واحد من الناجين الباقيين عشان يضمن إنه يهرب من المكان ده. تشيم بيحاول يهديه لكن وانغ ما بيسمعلوش، وفي المقابل بيجبر جينغ البريئة تضرب النار على تشيم في كتفه. بعدها المجنون بياخد التوأمين للغرفة اللي جنبهم وبيبدأ يضرب فيهم. لما فانغ حاولت تنقذ أخوها، الولد المسكين بارك المصاب بالتوحد بيبكي وهو شايف أخته بتاخد أنفاسها الأخيرة. وانغ اللي خرج عن السيطرة حاول يخنق سارة، لكن قبل ما يخلص عليها في حد ضربه من ورا. دلوقتي ومع موت شخصين تانيين المجموعة بتلاقي ممر سري تاني بيوصلهم للنفق الرابع واللي بيكون فيه مخدر. بعدها جينغ بتبدأ في الولادة وبارك بيقعد جنبها، أما تشين وسارة المصابين بيروحوا يفحصوا الأوتوبيس. بسبب المخدر اللي في المكان سارة بتبدأ تهلوس وتشوف ناس حواليها، خافت وخرجت من الأوتوبيس، جريت في الاتجاه المعاكس ولقيت جثث كتير حواليها في كل مكان. وهناك لحظة مراية بصت فيها لقيت حد بيقرب من وراها وفي الآخر بيخلص عليها هي كمان. في الوقت ده تشين بيرجع لجينغ واللي بتكون خلفت طفل ولد. التلاتة الباقيين بيمشوا قدام، لكن في الطريق بيكتشفوا ان الطفل الصغير مات. تشين حاول يقنع جينغ تكمل، لكن بعدها بتخرج سكينه وبتطعنه لحد ما مات. الغريب انه بعد شويه بيصحى في مجمع سري بيبان كانه صحي من تجربه معينه. بعدها بننتقل لاجتماع عسكري سري جدا، وده المكان اللي بيتكشف فيه كل حاجه اخيرا. جنرال في الجيش بيكشف ان القاتل المتسلل اللي ظهر في بدايه الفيلم واللي اسمه جيمس اتقبض عليه. المشكله انهم قبضوا عليه في عربيه متحطمه وكان فاقد الوعي تماما، ودلوقتي هو في غيبوبه. جيمس خطف وقتل ستات كتير، لكن في أخبار إن واحدة منهم اسمها سيارة لسه عايشة، لكن المشكلة إن مفيش حد عارف المكان اللي هي محبوسة فيه غير القاتل المتسلل نفسه، ولأنه في غيبوبة مش عارفين يستجوبوه. وبكده الجيش قرر يتعاون مع معهد أبحاث الدماغ في الدولة، وخطتهم هي إنهم يعملوا نقل للذاكرة مع جيمس عشان يستفادوا من عقله الباطن ويعرفوا مكان وجود الضحية. امبارح معالج نفسي شاطر من المعهد اقتحم أخيرا عقل جيمس ولقى أدلة معينة، وبنعرف ان المعالج النفسي هو في الحقيقه تشين، واحد من جنرالات الجيش. اكد انه لازم يكون عندهم ايمان بتشين لانه قبل كل حاجه مهتم بسلامه الضحيه. اتضح ان الضحيه سياره هي زوجة تشين، وهنا بتبدا الاحداث تبقى منطقيه اكتر. كل حاجه شفناها قبل كده كان جوه العقل الباطن لجيمس، بس برضه مهم تشين لسه ما انتهتش. في تجربه امبارح قدر يلاقي اول دليل من النتيجه اللي متعلقه على الحيطه، ان زوجته محبوسه في مكان قريب من نهر شيانغ، بس الوضع بيكون حرج جدا بسبب المطر الغزير. في خلال ال 36 ساعة الجايين كل الكهوف اللي على جوانب النهر هتغرق تماما بسبب ارتفاع مستوى النهر، وده بيعرض حياة سيارة للخطر. عشان كده
شيم محتاج يستفيد من عقل جيمس مرة تانية بكرة عشان يقدر يلاقي أدلة تانية عن مكان سيارة بالظبط. في نفس الليلة شيم كان قاعد لوحده، الجنرال بيقرب منه وبيسأله الأحداث مشيت إزاي، وهنا تشيم بيشاركه تجربته جوه عقل جيمس وبيفتكر التاريخ اللي شافه في النتيجة 15 يوليو 1996. الجنرال بيوضح إن التاريخ ده هو نفس اليوم اللي مات فيه والد ووالدة القاتل المتسلسل. في اليوم المشؤوم ده والده اكتشف إن والدته على علاقة بسواق، حصلت بينهم خناقة كبيرة، وفي النهاية والدته طعنت والده قبل ما تعمل في نفسها اللي مش ممكن حد يتصوره. تشين اتفاجئ بالكلام ده لكن بيكمل كلامه عن تجربته، بيقول إن في عالم جيمس الداخلي كان قادر يشوف الجانب المظلم فيه وكمان الجانب الكويس، لكن في النهاية الجانب الطيب فشل. القاتل المتسلسل كان في الواقع مهندس أنفاق، عشان كده لما دخل في غيبوبة بدأ يعمل نفق في دماغه باعتباره الناقل الرمز لعقله المشوش. النفق في وعيه هو مجرد حلقة ميتة ما بتوديش لأي مكان. لما تشين دخل لدماغ جيمس كان هدفه في الأساس هو أنه يخرجه من الحلقة اللانهائية عشان جيمس يقدر يفوق من غيبوبته، بس ما توقعش أن يكون جواه كل الشخصيات المنفصلة دي، وبالتالي كان لازم أن تشين يتواصل معهم كلهم عشان يقدر يلاقي أدلة حوالين سجن زوجته. مهمته الجديدة بقت هي أنه يلاقي المجرم الحقيقي بين الشخصيات دي ويستجوبه عشان يعرف المكان. لما اتعامل مع الشخصيات دي اكتشف حاجات كتير عنها. أفضل شخصية كان ليه واللي كان بيمثل الجانب الصحي والعقلاني لجيمس، كان في أمل إن الشخصية الطيبة تتفوق على الباقيين وتخرج جيمس من الحلقة دي، لكن للأسف اختفى فجأة بعد ما الأنوار اتطفت من النفق. اختفاء الشخصية دي خلى الوضع اتلخبط جدا. الشخصية التانية كان السواق توني اللي بقى عنيف في النهاية، وده بيشبه شخصية جيمس العنيفة. الشخص التالت والرابع هم وانغ وسارة اللي عقل جيمس بيمثلهم بوالده ووالدته. والده كان موظف تأمين أما والدته كانت عارضة أزياء. المحزن إنه لما كان الأب بيعامل جيمس بطريقة وحشية والدته ما اهتمتش بيه قوي، وكمان كانت على علاقة بالسواق بتاعهم، وده تمثل طبعا لما سارة طلبت الأكل من السواق توني. الشخصية الخامسة كانت الست الحامل جين، بتمثل صورته المثالية عن الأم رغم إنها شخصية كويسة لكنها ما قدرتش على الجانب المظلم بتاعه نهائي، عشان كده تحولت هي كمان. الشخصين السادس والسابع هما التوأم اللي بيشبهوا شخصيته في الطفولة، التوحد والغربة والأنثوي، لكنهم شاطرين جدا في الرياضيات وفيزياء الفضاء. لكن في شخصية تانية ما كانتش موجودة في الأتوبيس، ودي هي أعنف شخصية فيهم ودايما مخفية في الضلمة، وهي دي الشخصية اللي قتلت لي والسواق توني وانغ في السر. لكن عشان يعرف معلومات أكتر تشيم محتاج يدخل في تجربة تانية. بيجي اليوم التاني وتشيم بيخضع للمرحلة التانية من نقل الذاكرة. المرة دي بيواجه جيمس مباشرة وبيطالبه إنه يعرفه مكان زوجته، بس القاتل المتسلسل ما بيبقاش عايز يتخلى عن المعلومات بالسرعة دي، ما بيردش على سؤاله وبيتكلم عن كرهه لوالدته لما قتلت والده، وإنه إحساسه بعدم الأمان ناحية الستات هو السبب اللي بيخليه يخطفهم وبيقتلهم. وهنا تشين بياخد أجزاء مختلفة من عقله الباطن، بيروح عند أحداث تانية مختلفة من حياته. تشين ركز على مهمته، بيتجاهلهم كلهم وبيروح لشخصية التوحد برق، أضعف شخصيات جيمس، بيحاول يتلاعب بالولد عشان يعرفوا مكان زوجته بالظبط، لكن أخته التوأم فنغ بتوقفه. بعدها بيتنقل تشين لقاعة سينما، وهناك وجه الشر الحقيقي ورا كل جرائم القتل جوه النفق، واللي طلع هو تشين نفسه. اتضح ان العقل الباطن لجيمس مفسد وشرير لدرجة ان الشخص اللي بيبص فيه بيبدأ هو كمان يفكر زي تفكير قاتل متسلسل. تشين الشرير بيكشف انه مش عايز ينقذ سيارة، عشان كده قتل الناس جوه النفق واحد ورا التاني بما فيهم المولود الجديد. فجأة بارك المصاب بالتوحد ظهر على المسرح وهو خايف، وكمان زوجة تشين. بارك بيقرب من سيارة ببطء عشان يقتلها، لكنه بيتراجع في اللحظة الأخيرة. تشين الحقيقي بيستغل الفرصة وبيقرب من الولد اللي كان خايف وبيطلب منه يفوق ويبلغ السلطات عن مكان زوجته. الغريب ان بارك وافق ومشى على طول. بعدها تشين الشرير بياخده لمكان مختلف، وهناك بيستعد الاتنين لمواجهة أخيرة. بيبدأ الاتنين يحاربوا بعض، لكن لما تشين الحقيقي بيحس انه انتصر أخيرا بتظهر نسخة تانية من تشين الشرير، وده معناه انه مش هيتدمر أبدا. في مكان تاني المطر بدأ يزيد والمية وصلت عند رقبة سيارة تقريبا، مفيش غير دقايق قليلة جدا وتموت. بنرجع للعقل الباطن لجيمس. تشين الحقيقي بيترجاه يرجع للعالم بتاعه، لكن شبيهه الشرير بيرفض يسمع له. وهنا تشين الحقيقي بيفكر في خطة، فكر انه لو عمل حاجة مش متوقعة تشين الشرير هيموت، وبكده هيختفي كل الشر جوا جيمس. بمجرد ما نفذ خطته تشين الشرير بيتلاشى وبيختفي. في المستشفى جيمس بيفوق وبيكون متغير تماما بعد ما الشر اتشال من جواه. بلغ السلطات على طول عن مكان سيارة، وبكده انقذوا سيارة في الوقت المناسب. لكن تشين ما بيصحاش، بينتهي الفيلم وهو بيتمشى في النفق اللانهائي، وده معناه انه مش هيرجع تاني ابدا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تساعدوا القناة تكبر وتقدم لكم كل الجديد. شكرا على المشاهدة.